مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في المكسيك المقررة في الأول من يوليو المقبل، يظهر تفوق إنريكي بينا نييتو على باقي المرشحين متقدما في استطلاعات الرأي التي تبوئه مركز الصدارة. إنريكي بينا نييتو مرشح الحزب الثوري المؤسسي للرئاسة يقول: المكسيكيون مستعدون لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من الركود الاقتصادي والفجوة الاجتماعية والعنف، وإن هذه الانتخابات هي فرصة كبيرة لتحقيق ذلك. على الرغم من مساعي التشويه التي تطاله من قبل خصومه السياسيين، استطاع نييتو بدهائه السياسي وانضباط خطابه الموجه بعناية للجمهور وبأدواته التسويقية من فرض نفسه كرقم صعب في المعادلة السياسية في المكسيك. تقول هذه الطالبة من جامعة العلوم السياسية في مكسيكو إن إنريكي هو المرشح الذي صنع من قبل شركات التلفزيون ومجموعة مقربة جدا من السلطة، ويشار إلى أن نييتو كان قد تعهد أمام الناخبين بأنه سيكون مدبرا جيدا للحياة السياسية وأنه سيعمل على إقرار الإصلاحات الأساسية التي أهمها خلق الوظائف الجديدة.